طيب من وجهة نظر حضرتك، يعني انتوا بتعترضوا ان لما الناس تتكلم عن التحكيم تقولوا اترك التحكيم للمتخصصين. طب اذا كان انتوا دلوقتي في وجود الفار الحالة الواحدة بتختلفوا فيها انتوا الاربعة، انتوا الثلاثة، انتوا الخمسة؟ هو ده سؤال رائع الحقيقة، وده انا اتكلمت فيه على التحليل التحكيم. ويمكن لو فاكر يا سيف في مجلس الاستاذ جمال علاء ومجلس المهندس هاني ابو ريده، انا كنت عاوز اعمل حاجه بالنسبه للتحليل التحكيمي، مش همنعه، ولكن هذا المنتج ملك اتحاد الكوره الدوري العام، يعني ملك اتحاد الكوره وملك الانديه. انا كنت بقول ان اللي يحلل، لان انا كنت بواجه مشاكل كتيره مع التحليل، لان كان في البعض في محللين كويسين بس قليلين جدا، يعني جدا جدا، لكن في محللين ما عندهمش خبرات التحليل. من هو المحلل الاول عشان المشاهد العادي يعني يبقى عنده فكره ايه مين هو المحلل؟ المحلل ده واحد على قمه الهرم التحكيمي، بمعنى المحلل ده يعني كان حكم كويس عنده او مساعد كويس عنده خبرات كويسه جدا، خد دورات على الاقل، دورات مراقبين، دورات محاضرين، ليه اسم في المحاضرين مش كحكم. في فرق انك تقارني ان مثلا عصام عبد الفتاح او جمال الغندور او علي بوكسيم، علي بوكسيم من افضل حكام العرب في على مر التاريخ، راح 3 كاس عالم، لكن ما عندوش مالكه انه يكون محاضر او محلل، فراح حاجه تانية، راح الاداره. فاذا مش اسم الحكم لا، لكن هل هو عنده موهبه في التحليل ولا خد دورات تاهله انه يكون محلل تحكيم ولا لا. انت بتشوف البعض، انت بتشوف في القناه الواحده في اختلاف في تقييم او تفسير الحالات، وده شيء صعب جدا. يعني في حالات، في يعني في حاله مثلا في احد المباريات، ويمكن البعض هاجمني انا لان انا اتكلمت فيها، كانت اعتقد الاهلي والاسماعيلي كان في هدف تسلل مش تسلل. وعلى فكره احنا الحاله ناقشناها لما لقينا فيها ضجه كبيره، وانا شايف ان هي حاله سهله جدا، وهي حاله تسلل تدخل مع خصم واضحه جدا جدا جدا. يعني اتناقشنا فيها في الفيفا، اتناقشنا فيها في الاتحاد الاسيوي، الاهلي وادي دجله، الاهلي وادي دجله، انا مش فاكر، اتناقشنا فيها في الاتحاد الافريقي. الحاله سهله جدا وتسلل، حصل ضجه كبيره ما بين معظم الخبراء، انقسموا على ان تسلل والناس قالوا هدف صحيح رغم ان الحاله كانت واضحه جدا. انا اللي انا بقوله ايه، ان انا الحقيقه لو مسؤول في اللجنه الخماسيه او لو قدر ليا وبقيت موجود في اتحاد الكوره، هعمل دورات للمحللين. بمعنى في بعض المحللين واخدين دورات. انت مش واخد بالك، اتفضل. المحلل ده هو اللي بيدي الدور. انهي دور؟ المحلل ده كابتن احمد الشناوي وكابتن جمال الغندور. لا انا انا ما بتكلمش، انا في ناس خدت الكلام مني. ماشي، ما فيش تاني. لا ده في كتير، في قول لي مين؟ في محللين كتار. ايوه، انت حضرتك بتتكلم على الاثنين دول وثالثهم كابتن سمير عثمان. بص يا سيف انا هكلمك بكل صراحه. انا لما بروح لاي معسكر للاتحاد الدولي او اي دوره للاتحاد الدولي، انا حتى وكابتن ناجي الجويني وده من اعظم المحاضرين العرب وقيمه كبيره في التحكيم العربي، بروح نمتحن. ليه؟ لان التحكيم كل يوم في حاجه جديده، لازم تكون مواكب هذا التطور في التحكيم والتعديلات اللي بتحصل في التحكيم. مش عيب ان يكون انا امتحن وانا اول، مش عيب. ليه يا سيف؟ انت قصدك حضرتك ان الاسامي دي محتاجه تدرس؟ مش كل حتى انا، مش انا ما بتكلمش على كابتن جمال وكابتن احمد، انا بتكلم بشكل عام ان المحلل لازم يكون على درجه من الكفاءه وراجل مؤهل بشكل كبير، لانه بيخاطب ناس وبيخاطب الشارع الرياضي وبيخاطب الحكام. تعالى لما نيجي نتكلم على حاله وادي دجله، البعض قال تسلل والبعض قال هدف. لما نروح المحاضرين يحللوا هذه الحاله عندما يتم التحليل الاسبوع اللي بيتم او كل اسبوعين للحكام، الحكم يقول لك لا ده سيف قال هدف، ازاي انتوا بتقولوا دي تسلل؟ فاذا ده بيعمل لغط. في حالات صعبه، في حالات بنسميها الجري زون في المنطقه الرماديه. يعني ايه؟ يعني حاله لو ما فيش استخدام فار، وحاله في جزء من 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 جسم اللاعب، جزء بسيط من جسم اللاعب في موقف تسلل وما فيش استخدام فار، هنا قرار المساعد هو القرار الصحيح اذا احتسب تسلل او احتسب هدف. دي بس الحالات اللي بتكون حالات صعبه جدا ما فيهاش جزم، ما فيهاش يعني ايه قرار واضح. اللي بنروح مع قرار، يعني الحاله دي واضحه ليكم كلكم كرموز تحكيم صح؟ لا، هو ما في اختلاف فيها، ولكن هي حاله سهله، هي حالة سهلة، هي حالة تسلل واضح. ما حالة سهلة يعني اللي مش شايفها ما بيعرفش. هو مش ما بيعرفش، كل واحد بيفسر القانون حسب إمكانياته وحسب فهمه للقانون. خلاص كده بترجع تلوم الناس ورؤساء الأندية.
مرموز التحكيم بتفسر على مزاجها. ما لهمش طبعا، ما لهمش رؤساء الانديه. ما انا قلت لك في البدايه انا كنت بلوم رؤساء الانديه، كنت بلوم الاعلام، كنت بلوم الانديه، كنت بلوم اللاعبين، لكن الان لا، احنا نلوم انفسنا، احنا اللي وصلنا حالنا الى هذا الحال، دي حقيقه.